هشام نور الدين، اختصاصي في أمراض اللثة وزراعة الأسنان، واختصاصي في تعويض الأسنان وأمراض تطابق الأسنان بالرباط. أهلا بك. صباح النور. مرحبا بك. صباح النور إخوة المستمعين، صباح النور الأخت العزيزة. حلقة اليوم لي زفت أو تقرحات الفم أو تقرحات سمنية. حقيقة هي مشكلة يعاني منها الكثير من الناس. يعني دائما ما تكون صغيرة وبعيدة عن النظر إلا أنها تكون مؤلمة. وقد تستمر لبعض الوقت مما يولد شعور متصل بعدم الراحة وتجعل من الأكل والكلام يعني تجعل منه تجربة مؤلمة. نعم. طيب هاد التقرحات دكتور، يعني إلا بغينا نتكلم على الحدة ديالها، كاينة تقريبا اللي كتمشي حتى لمدة ديال يومين، والمريض يعني يكتفي فقط أنه كيشرب غير سوائل يعني من شدة الألم، وكاين اللي هي خفيفة. حقيقة هي الحدة ديالها كتختلف من شخص إلى آخر، و يعني هي إلى حد الأسبوع إلى غاية أسبوعين ممكن اعتبارها يعني عادية وما كتستدعيش أن الشخص يمشي عند الطبيب. فأنا كان بغي بعدا إذا كان ممكن يعني بين قوسين أن يعني السبب ديال هذا القرح إلى الآن السبب المحدد هو مجهول إلى الآن وغامض غير واضح، لكن الأطباء عندهم بعض الاعتقادات يعني بخصوص هذا القرح. يعني نتكلم عن أن بين الأسباب الضغوط النفسية، توقيف التدخين، يعني الناس اللي يوقفوا التدخين عدد منهم تيبان عندهم سوء التغذية، ضعف الجهاز المناعي، نقص في الفيتامين B12، حمض الفوليك، الأنيميا، الزنك، حموضة المعدة الزائدة حتى هي عدد الناس يكون عندهم لزفت أكثر، حساسية لبعض أنواع من الطعام، كاين الناس عندهم حساسية لأنواع من الطعام، وكذلك الدورة الشهرية عند بعض النساء اللي كتجيبها التقرحات كتكون فيها التقرحات. وكاين قد تنتقل عن طريق الوراثة، يعني تماما استعداد وراثي من بعض عائلات اللي معروف عندهم الإخوان أو الأب والابن أو كذا عندهم الظاهرة هذه. نعم هي غير معدية، غير باش نوضحوا هي غير معدية، هو يعني هي غير تعفنية. أصلها ليس بميكروب، يعني ليس ببكتيريا ولا فيروس ولا ما يشبه ذلك. يعني فين كتموقع بالضبط؟ يعني في الأعراض ديالها هي يعني هي تقرحات دائرية بيضاء لها رأس أو حروف حمراء. هي كتكون مؤلمة، قد يكون شديد لأن لوجودها في أمكنة جد حساسة مثل اللسان أو تحت اللسان، اللثة أو داخل الخد، الشوارب أو الشفاه كذلك، أو في داخل الشفاه ديال الإنسان. نعم. كيقدر يكون معها دولافيف، الحمى، الشعور بالخمول، يعني كيجي بحال التعب. كيقدر يكون معها التهاب ديال الغدد اللمفاوية، يعني لي غونغليون. نعم. هذا السؤال هو هل يجب زيارة الطبيب أو لا، ومتى؟ إذا كانت زيارة الطبيب كتكون في الحالات الآتية، إذا كانت القرحة كبيرة الحجم، يعني فوق سنتيمتر كبيرة الحجم، فوق سنتيمتر كنهضروا على الغلياف، كنهضروا على مراجعة الطبيب. نعم. عدم تحسن الألم وعدم اختفاء القرحة بعد أسبوعين. ألم شديد لا يمكن احتماله. صعوبة في تناول الطعام والسوائل. وظهور حمى عالية. وكذلك في حالات معينة يجب زيارة طبيب الأسنان، لأنه قد يكون سبب مشكلة في تركيب الأسنان وتسوسات يجب معالجتها لعلاج هذا القرح. هناك مسكنات وعلاجات لهذا القرح الفم، يعني قد تساعد البعض وقد لا تساعد بعض آخر، لكن الأطباء يعني كننصحوا حنايا بشكل عام باستعمال محلولات المضمضة أو أدوية أخرى مسكنة ومخدرة موضعيا، الكريمات أو السوائل اللي تدهن بها منطقة القرح.
ماء مملح كيكون يعني هذه كان نهضروا دابا على المحلولات على الأدوية. نعم. أما بالنسبة نرجع الكلمة ديالك بالنسبة للخطوات لتخفيف الألم يعني بين الخطوات بين لتخفيف الألم ممكن وضع الثلج في أماكن القرح يساعدوا كيساعد على يعني ذوبان الألم وحتى على العلاج. تفريش الأسنان برفق واستعمال فرشاة ناعمة. غسل الفم بالماء والملح لتوفير وسط معقم مساعد على الشفاء. وكذلك استعمال مسكنات كالأسبرين أو مخدر موضعي ولكن بحذر. هذه في بالنسبة للخطوات لتخفيف الألم كما ذكرت. يعني تستخدم يعني بعض معاجل الأسنان كتكون خالية من واحد المادة اللي كذلك اللي هي كتزيد تهيج تقرحات الفم. حقيقة بين هذه بين الأمور العلاجات اللي كيعطيها الطبيب هو المحلولات كما قلت وبعض الأدوية منها معجونات منها كريمات منها محلولات للاستعمال الموضعي اللي هي خاصة بالقرح. الوقاية من القرح. طيب هذه نقطة مهمة. نعم. ممكن تقليل احتمالات الإصابة بالقرح أو الناس اللي هما يعني دائما تيديروا هذا المشكل هذا ممكن تقليل احتمال الإصابة ب نوعية الطعام يعني يتفادوا ما هو حمضي والبهارات القوية. نعم. الابتعاد عن أكل المكسرات كاللوز والبندق والفستق إلى ما آخره. الابتعاد عن أكل جبن الجروير نقولوا له الفرماج نوع الحمر من أنواعية أنواع من الجبن. نعم. الابتعاد عن خل الفواكه لأنه حامض جدا. ابتعاد عن أكل الليمون والقهوة والشوكولا هذا الشوكولاتة يعني مهم جدا. وكذلك الحفاظ على نظافة جيدة للفم. وآخر شيء هو التقليل من الكلام خلال الأكل لأنه الكلام خلال الأكل كيخلي أنه ممكن نجرحه أو نعضه شي بلايس اللي هما فيهم كيجيوا القرح. نعم. هذه بين النصائح اللي ممكن نعطيها للوقاية. نعم. سؤال أخير هي نسبة الظهور واش كتكون عند الإناث أكثر من الذكور؟ الاختلاف موجود هو عند الإناث أكثر وأكيد هذا عنده علاقة بالهرمونات. نعم. نعم. ومع العلاج دكتور يعني كتوقف هالتقرحات الفم وتقدر ترجع مرة أخرى؟ هي كما قلت لك مادام الاسباب احنا يعني سبب المحدد غامض فاحنا دائما لحد الان احنا كان يعني هذا الشيء كله مبني على ملاحظات. نعم. و دي كوانسيدونس اللي تيوقعوا هو انه يعني الانسان ما يمكنش منعوه انه انه ما تكونش عليه ضغوط نفسيه ولكن هو غيساعد نفسه انه ما يطيحش في حاله مثل هذه. يحسن من الاداء ديال التغذيه ديالو ياكل الفواكه ياكل الخضار. تدريك هذه خاص الفيتامينات تكون بشكل كافي. ما تكونش فيه الانيمي يعني هي نمط صحي العوامل كتساعد على انها تقرحات. احنا ما يمكنناش نقولوا انه بهذا العلاج غادي يمشي ما يمكنش يرجع. ممكن يرجع ولكن هو ممكن يقلل من الحده ديال. ومن من 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 من, من عدد المرات الاصابه. نعم. غادي تنقص خلال الوقت. طيب أكيد. شكرا لك دكتور هشام نور الدين اختصاصي في امراض التوزيعات الاسنان واختصاصي في تعويض الاسنان وامراض تطبق الاسنان بالرباط. إلى الغد.